يعني أعتقد إن بداية غير مبشرة في الواقع، الأداء اللي تم في الجلسات الأولى من البرلمان، وأعتقد إن آخر قرار مؤسف أو أول قرار مؤسف اتخذه البرلمان الحالي تمثل في منع إذاعة بث الجلسات. وأنا أعتقد إن ده تطور سلبي للغاية، لأن يعني من حق المواطنين بكل تأكيد إن هم يتابعوا جلسات البرلمان ويبقى فيه رقابة شعبية على المجلس المنوط به، الرقابة على أداء الحكومة وإصدار التشريعات. أعتقد إن رد الفعل العام تجاه البرلمان أيضا بيعكس درجة كبيرة من عدم الثقة إن البرلمان ده هو بطبيعته الحالية بالهرج والمرج اللي سالي في الجلسات الافتتاحية هيكون هو اللي قادر على تلبية متطلبات الشعب. لكن في نفس الوقت إحنا هنواصل الضغط على هذا البرلمان من أجل تبني التشريعات اللي هي بتترجم المشروع، من أجل ضمان إن هو يكون رقابة إضافية على الأداء الحكومي. لكن في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم يعني البداية غير مبشرة، وأعتقد إنه يعني يكون من الأفضل كثيرا لو تم إعادة النظر في قرار وقف بس جلسات.